مع انطلاق العطلة الصيفية يشهد سوق النفق القريبة من قلعة ياربيل المتخصص ببيع الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية يشهد ازدحاما كبيرا ليصبح المكان المفضل والمحبب لعشرات الطلبة ومن مختلف المراحل الدراسية. التنافس كبير بين الطلبة خاصة الميسورين منهم بالحصول على أحدث النسخ العالمية الجديدة. الألعاب التنافسية، الألعاب اللي مثلا تتنافس على العالم، ترتيبك ايش قد على العالم، هاي أكثر شيء أحبهاني أكثر من ألعاب القصة، وأكو ألعاب سباق وألعاب قصة، بس أنا أكثر شيء أحب الألعاب التنافسية اللي تتنافس فيها على العالم. يعني أغلبية الناس يعرفون الألعاب اللي تشوفها مكتوب عليه 18، مكتوب عليه 7، مكتوب عليه 20، هذا ليش مكتوب؟ مكتوب يعني 17 سنة ما يكون أصغر من 17 سنة يلعب هذا اللعبة. أصحاب المحال التجارية يقولون إن مبيعاتنا من الأجهزة الحديثة الخاصة بالألعاب الإلكترونية المتعلقة بالألعاب القتالية الحربية ارتفعت هذا الموسم نتيجة الإقبال الكبير عليها، في وقت يشكو فيه كثير من أولياء الأمور بما يسمونه بالإدمان على تلك الألعاب من قبل أبنائهم. قمي فيديوي والله هي بخوي حادة. أعمل في هذا السوق منذ سنوات طويلة. نسبة الإقبال على شراء الأجهزة الحديثة في فصل الصيف وخاصة في العطل الرئيسية يكون كبير. الشباب أكثر من غيرهم يحبون هذه الأجهزة. ومع التطور التكنولوجي تضاعف الطلب على الأجهزة الحديثة في كل عام، لتتطور معها أساليب الفنون الترفيهية، والنصيب الأكبر منها كان للألعاب الإلكترونية المتنوعة. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.